500 درهم 1000 درهم هذه فلوس، هذه واحد كيربح 100 مليار كيدير المضاربات. نقول لك على حسن من بلاش، المشكله فين هي؟ المشكله فين هي بالفعل؟ انا تعطيني 500 درهم حسين ما نكون عندي والو، ولكن الا هذيك 500 درهم تساوي قنبه في عنقي، غدا ما صوتش تحيدها ليا، غدا ما تجلبتش تحيدها ليا، لانه مرتبطه هي بالتصويت وبالجبر. مرتبطه. شارل غيف من اكبر المفكرين الاحرار كيقول لك انا بغيت الخدمه تحرر، نربح اخويا بعرق كتافي 10 دراهم ولا 50 ولا 500 ونشري اللي بغيت وندير اللي بغيت وما نشريش اللي ما قدرت عليه. اما انا دورتي معايا عطيتيني دعم، هذاك الدعم هو اكبر قيد للعبوديه الجديده اللي ستمارس علينا. وهذوك الناس اللي غياخذوا الدعم واش غادي يخرجوا في شي حراك ولا غياخذوا شي حاجه؟ اذا غادي تطفي صوت الحراكات الشعبيه اللي باغيه الجهه ديالها تنهض وباغيه وليدات تنهض. واذا حسب ما فهمت من الكلام كديرها رشوه، ماشي دعم، هذا ماشي دعم، هذه قنبه قنين باف العنق ديال عباد الله. وغادي كاين اللي باغي يعجبوش الحال وخليهم حتى يجربوها وغادي يشوفوا. واش انت ضد الدعم ولا ضد الدعم بهذه الطريقه ولا ماذا؟ خصوصا انه الدعم راه مرهون بتحرير بعض المواد مثل الغاز.